وإلى مصر، وإلى مصر ودعوة نقابة المحامين لإضراب عام. أزمة جديدة بين نقابة المحامين والحكومة المصرية بعد أقل من شهر على أزمة إقرار مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية، لكن هذه المرة بسبب حبس عدد من المحامين فيما يعرف بقضية محامي مطروح. نقابة المحامين أعلنت الإضراب المفتوح في كافة أنحاء الجمهورية احتجاجا على حكم المحكمة بالحبس على محامين مدة عامين مع الشغل على خلفية تبادل بالضرب بين المحامين وبين موظفين في محكمة مطروح. القصة بدأت عندما حصلت مشادات بين محام وموظف بالمحكمة، ليتطور الأمر إلى اعتداء من الموظف على المحامي، ثم دخول عدد من المحامين والموظفين في عراك تبادلوا الضرب بينهم وفقا لوسائل إعلام محلية. نقابة المحامين أصدرت بلاغا أو بيانا قالت فيه إن النقابة حرصت على التواصل مع كل الجهات المعنية للتعامل مع هذه الأزمة بحكمة وموضوعية وفق الأدلة الموجودة، وخاصة تفريغ كافة الكاميرات، إلا أنها واجهت تعنتا وإصرارا على حبس الزملاء وفقا لهذا البيان. رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع الحدث، إذ اعتبر جمعة محرم بيان النقابة متأخرا وكان يجب أن يخرج مبكرا لتفادي ما وصلت إليه الأزمة وفقا لتعبيره. بينما تساءل محمد عبد الله عويد عن سبب تأخر قرار النقابة وتابع هل هناك آلية للتنفيذ أم هي قرارات من أجل امتصاص الغضب فقط. ونختتم بتعليق عماد عمار الذي لا يوافق قرار النقابة بالإضراب، لأنه فور انتهاء هذه الأزمة ستتجدد أزمات أخرى، وطالب بتنفيذ إضراب يشمل إنهاء الفاتورة الإلكترونية وبقية الموضوعات العالقة أيضاً.